البنك الأهلي، غدك الآن. تمويل الأهلي التأجيري لكل سؤال جواب. كيف أحصل على سيارة تناسب دخلي وفي نفس الوقت أحتفظ بنقودي؟ هذا أحمد وهذا خالد، لدى كل منهما مبلغ 100,000 ريال رصيد في البنك. قرر أحمد وخالد شراء السيارة نفسها بقيمة 80,000 ريال، وفي حين اختار أحمد دفع قيمة السيارة نقداً لم يتبقى لديه سوى 20,000 ريال في البنك. أما خالد فقد اختار تمويل الأهلي التأجيري للحصول على نفس السيارة، ودفع دفعة أولى 10,000 ريال فقط. الآن خالد يسدد أقساطاً تناسبه كل شهر، وما زال لديه 90,000 ريال. مهما كانت إمكانياتك المالية، يمكنك الآن الحصول على السيارة التي تناسبك بكل سهولة مع تمويل الأهلي التأجيري. احصل اليوم على سيارة الغد. البنك الأهلي، غدك الآن.